السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتنا الكرام قناة سوق السيارات أوتو سوق. في هذا الفيديو الجديد بتاريخ اليوم 13 جوان 2020، جئنا لكم بهذه السيارات للبيع مع أرقام هواتف أصحابها التي ستجدونها في صندوق الوصف يعني تحت هذا الفيديو. إذا كنتم جدد في هذه القناة لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك معنا في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديد عن آخر أخبار السيارات وأسعارها، وسنقوم ببث فيديوهات مباشرة من السوق إن شاء الله عند فتحها مباشرة. والآن نبدأ على بركة الله بعرض هذه السيارات أمامكم. ملاحظة، سنقوم بحذف هذه الأرقام الهواتف بعد مرور حوالي 3 أيام من نشر هذا الفيديو. تابعوا معنا حتى الأخير. سيتروان سيتروا سنة 2013، فيها موتور إيسونس 1.4 75 حصان، ماشية 190 ألف كيلومتر، مولعة راح قالكم الثمن تاعها 75 مليون، وفيها مساعدة. هذه السيارة راهي في ولاية يارت، اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي لكم رقم الهاتف في صندوق الوصف. رونو ميغان سنة 2001، فيها موتور 1.9 دي تي اي 100 حصان، ماشية 488 ألف كيلومتر، المحرك 9/10، الروض 10/10، الموتور ما يسخن ما ينقص الزيت، كل شيء نتاع الدار. هذه سامو فيها 50 مليون. سيتروان بيرلينغو سنة 2012، دومي كونفور، كليما، ديريكسيون اسيستي، الارم، لي كابتور اريير، موتور ما يسخن ما ينقص الزيت، سامو ب115 مليون. السومة نتاعو ماهيش بعيدة، اللي حاب يتواصل معاه خلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. ميغان سينيك سنة 2002، إيسونس 16 فالف، فيها قرعة تاع الغاز سنة 2019، معودة بروتال على النظافة، سموه 57 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف يعني تحت هذا الفيديو. هذه كليو كلاسيك سنة 2006، لاباز كليم، فيها ليل اريير معاود والباب كل شيء جديد، قالكم هذه للتبراز برك. اللي حاب يتواصل معاه نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. هذه هيونداي اتوس سنة 2008، ماشية 207 ألف كيلومتر، زيرو معاود زيرو بانتورا. هذه سامو فيها 99.5 مليون، أو راهو طال فيها 102 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. هيونداي تيكسون 4x4 سنة 2013، فيها موتور سي ار دي نظيفة ربي يبارك، ماشية 206 ألف كيلومتر، سموه 220 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. هيونداي أكسنت سنة 2014، ماشية 193 ألف كيلومتر، فيها ليل محطوط وفيها قرعة تاع الغاز، سموه ب120 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. شيري سنة 2019، ماشية 45 ألف كيلومتر، البارشوك خبطت فيه هايشة، فيها واحد جديد درك، القصع مفرشة باللوح، فيها الريدال والباش مخدومين مليح، الصالو مفرش، ساموه 115 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف يعني تحت هذا الفيديو.
رونو كليو كومبيس سنة 2010، فيها موتور محطوط ماشي 126 ألف كيلومتر، وفي طابلو 317 ألف كيلومتر، زيرو صبيغة، فيها شوية بانتورا في البارشوك أفو. حاليا السيارة راهي في ولاية بسكرا، ساموه 101 مليون، وراهو طالب فيها 104. اللي حاب يتواصل معاه راح نخليه رقم الهاتف في صندوق الوصف يعني تحت هذا الفيديو. هيونداي اش دي 65 سنة 2005، كاميو نظيف من نهارك خدام، موتور مشمع أروض جدد، ساموه 195 مليون. كل هذا رقم الهاتف نخليه لكم في صندوق الوصف. بارتنر اوريجين سنة 2014، فيها موتور 1.9 نظيف لايبرك، دوزيام ما زيرو معاود زيرو صبيغة، هذه ماشية 160 ألف كيلومتر، فيها الكريمة وفيها لونتي بريار مفرشة من داخل، ساموه ب150 مليون. اللي حاب يتواصل معاه كالعادة راح نخلي لكم رقم الهاتف. بيجو 206 سنة 2003، نظيفة ما فيهاش المعاود، هذه مولاها راهو يقول ساموه ب63 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. بارتنر سنة 1999، السيارة راهي في ولاية ميلا بتجنانت، عطاوه 55 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. تويوتا كورولا سنة 2004، موتور ما يسخن ما ينقص الزيت، فيها بارشوك وكابو على نظافة، هذه ساموه فيها ب74 مليون. اللي حاب يتواصل معاه راح نخلي له رقم الهاتف في صندوق الوصف. سيتروان بيرلينغو سنة 2012، دومي كونفور، كليما، ديريكسيون اسيستي، الارم، لي كابتور اريير، موتور ما يسخن ما ينقص الزيت، ساموه ب115 مليون. السومة نتاعو ماهيش بعيدة. اللي حاب يتواصل معاه خليله رقم الهاتف في صندوق الوصف.